يجب أن تكون كل العبادات يعني في كل الفصول، وليس نحج مثلا في شهر كل سنة. فهذه مثلا السنة الشمسية هي ليس لها معنى لأنها ثابتة، أما السنة القمرية فهي متحركة. فنلاحظ ولو أن هذه السنة سيكون الجو حار وستكون الحرارة مرتفعة، فليس هناك أي مشكل، لأن لا نحتاج، الناس يتخوفون من العطش، ولكن الجسم لا يحتاج ماء إلا لما نأكل. لما نأكل طبعا نحتاج ماء، لأن هناك مفاعلات كيماوية استقلابية داخل الجسم، وهي التي تعطي الحرارة، وهذه الحرارة يجب أن نتناول الماء كي يكون هناك تبريد داخلي، أو ما نسميه التبريد الفيزيولوجي. هذا الجوع والعطش هو في حد ذاته هو أصل الصيام، ويعني هو الصيام رمضان يعني أو رمضان يعني أنك ستجوع وتعطش. ولذلك فالاستعداد هو ليس للأكل، مع الأسف الشديد أن بعد فترة الاستعمار أصبحنا نستعد للأكل، يعني ولم يكن رمضان قبل هذه الفترة بهذا الشكل. لماذا؟ لأن لما يقترب رمضان نرى أن هناك أسواق ممتلئة، ونرى الناس يكثرون من اقتناء المأكولات، ويخزنون مأكولات، يحضرون حلويات بكميات زائدة وما إلى ذلك. ماذا يترتب عن هذا الوضع؟ سيترتب عنه أولا أن الشخص لا يستفيد من صيامه، وهو المبتغى أو المقصد الكوني من الصيام أنك تستفيد من هذا الصيام، لأن يجب أن تحس بالجوع والعطش على مستوى النفس، على المستوى الاجتماعي على الأقل. يجب أن يعلم الناس أن هناك من يجوع ويعطش في المجتمع. على المستوى النفسي أن الجوع والعطش يقوي الشخصية ويعلم الشخص القرار، ونلاحظ على أن المسلمين الآن لديهم قرار قوي، ولما يأخذون قرار فيأخذونه يعني بكل ثقة وبكل عزم. ثم من ناحية الصحية يجب أن يكون هناك انعكاس لهذا الجوع والعطش على صحتك وعلى كل الأمراض التي تصيب الجسم من جراء كثرة الطاقة أو كثرة السعرات الحرارية التي نتناولها في الأحد عشر شهرا دون رمضان، يعني في الأحد عشر شهرا الأخرى. يبقى شهر واحد فرضه الله فرضا يعني لا نقاش فيه، لأن لما نأخذ الآية التي فرضت هذا الشهر هي مبنية، تبدأ باسم بفعل مبني للمجهول وفعل كتبة، يعني هناك يعني قراءتان. القراءة الأولى لما تكون فعل كتبة، لما يقول الله أنه كتب فليس عدل أو كاتب أو أي شيء، فهو الله الذي كتب. ولما يكتب الله فيجب أن 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 يعني أن ينفذ هذا الأمر. ثم العامل الثاني القوي في هذه القراءة هو أن مبني للمجهول كتب، يعني جاءت كتب عليكم الصيام، ففعل كتب مبني للمجهول تعني أن الأمر قطعي وليس فيه أي شيء وليس فيه نقاش، ولا يمكن أن يناقش ولا يمكن أن يلغى ولا يمكن لشخص أن لا يصوم. فإذا يعني بطل هذا الفرض فيبقى إسلامه بين مزدوجتين. لماذا؟ لأن الإسلام يبنى على خمسة فرائض، وهذه الفرائض هي منها شهر رمضان. كتب عليكم يا أيها الذين آمنوا، الخطاب للذين آمنوا، لأن هناك خطاب آخر في القرآن فيه يا أيها الناس لما يكون المؤمن والكافر. مثلا نجد في سورة الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فكل الناس سيبعثون. ثم نجد في آية أخرى يا أيها الناس إنا خلقناكم من نفس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يعني هذه الأشياء يعني هي للناس، كل الناس مخلوقين يعني من 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 ذكر وأنثى. فهذه الأشياء، هذا الخطاب جاء هنا بيا أيها الذين آمنوا. لماذا؟ لأن الكافر لا يلزمه الشرع، الكافر لا يلزمه الشرع، فالشرع يلزم المؤمن. ولذلك جاء الخطاب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ولو أن الله سبحانه وتعالى استثنى المرضى في هذه الآية لكن خير الصيام، يعني وأن تصوموا خير لكم خطاب للمرضى وليس للجسم الصحيح. أما الإنسان السليم الصحيح فهنا يعني لا يمكن أن نقول له خير أن تصوم، لكن المريض هنا هذا الخطاب خير لكم أن تصوموا، فهي للمرضى ولو أنه استثناء الله سبحانه وتعالى. مع ذلك
فالصيام خير لهذا المريض وهو أحسن. لماذا؟ لأن طبعا هذه التراكمات من طول السنة والناس يأكلون، هناك تسممان، هناك أشياء تتراكم في الجسم، فلا يمكن أن يعني أن تزول أو ترمى أو تطرح من الجسم إلا بالصيام كعامل. طبعا هناك عوامل أخرى، ولكن الصيام عامل أساسي ويعمل على يعني نزع أو طرح هذه السموم من الجسم بأكثر من 60-70%. نعم، هذا الفرض كما قلت كتب عليكم الصيام، لا نناقشه ولا أي شيء. ونلاحظ على أن الاستعداد للصيام هو يكون طول الوقت، يعني لما الطفل يسمع بأن هناك رمضان ويسمع بأن حتى أن هناك الناس يحسبون الأشهر، يعني متى سيحل شهر رمضان وكم شهر بقي له، فهذا كذلك يدخل في إطار الاستعداد. لكن نقف وقفة طويلة عند هذا الاستعداد الكوني، وهو كما قلت أن بعض الناس يبرمجون حياتهم مع الأسف الشديد على النوم، أنهم سيأكلون ليلا ثم ينامون في النهار. هذا صيام كوني خاطئ، أقول أن صيام كوني، لأن من الناحية الشرعية فصيامهم مقبول، لا يمكن أن ننكر عليهم صيامهم، فصيامهم مقبول لأنهم استوفوا شرطي الامتناع عن شهوتي البطن والفرج. طبعا هذا صيامهم جائز، لكن من الناحية الكونية صيامهم ناقص أو لا يستفيدون بمعنى آخر، يعني أن الشخص الذي سيأكل ليلا ثم ينام نهارا فيعني صيامه مقبول، نعم، ولكن لا يستفيد. لماذا لا يستفيد؟ لأن ستكون هناك تراكمات، سيكون هناك حالة نفسية متوترة، ثم سيكون برمجة الجسم، إعادة برمجة الجسم على النوم بالنهار والأكل ليلا، فسيصعب على هذا الشخص أن يعيش حتى في الشهور الأخرى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل الليل سكنا، معنى سكنا أن كل الأشياء في الجسم تسكن، كل الأعضاء تسكن، دورة دموية هادئة، تنفس هادي، الأنظمات متوقفة والهرمونات متوقفة وعماوي النمو متوقفة في الليل. فلما يأكل هذا الشخص ليلا، خصوصا إذا أكل بروتينات حيوانية مثل اللحوم، فهذا الهضم سيستغرق وقت طويل، أن لا يمكن أن يهضم، أن الجسم ساكن ثم يعطيه طاقة زائدة، فيعني في اليوم الثاني لما يستيقظ مع الساعة 10 والـ11، هناك من يستيقظ مع الأسف مع الساعة 12، هذا صيام كوني خاطئ. لماذا؟ لأن لما نرجع إلى الفترة التي نزل فيها الوحي، نجد أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتهيئون للعبادة ويتهيئون للجوع والعطش، ولا يتهيئون للأكل ولا للنوم. نحن الآن مع الأسف أصبحنا نتهيئ للنوم وللأكل، وهو هذه الحلقة يعني خصصناها لكي لا يكون الاستعداد بهذا الشكل. يستعد الشخص بدون تخوف وبدون خوف وبنفسية مطمئنة، يعني وأن يكون يعني في غاية الفرح والسرور، لأنه الله سبحانه وتعالى بلغه رمضان، ولأنه سيصوم رمضان، ولأن رمضان ليس من باب النصيحة، ولأنه ليس حمية إنما هو فرض. فلو كانت نصيحة طبية فممكن أن تتبعها أو لا تتبعها، ممكن أن تطبقها أو لا تطبقها، لأنها نصيحة، والنصيحة يعني لا تلزم الشخص، أما الفرض فهو يلزم الشخص. وهذا الصيام هو فيه تنظيم في غاية الأهمية. ما هو هذا التنظيم؟ هو أننا يعني نصوم مع الضوء، معنى مع الضوء أننا في الليل يجوز لنا أن نشرب ماء أو نأكل، لكن لما يظهر الضوء، لما يبدأ الخيط الأبيض من الفجر أننا نصوم، لأن في هذا الوقت يعني تبدأ الأنزيمات وتبدأ الهرمونات وتبدأ عوامل النمو وتبدأ الحركة، الدورة الدموية تنشط ويبدأ كذلك التنفس. يلاحظ الناس أنهم لما يستيقظوا في الصباح أنهم يتنهدون، لماذا؟ لأنهم يدخلون أكسجين، يدخلون هواء كبير إلى الرئة، لأنهم استيقظوا في الصباح بعدما كانوا نائمين، بعدما كان الجسم ساكنا. لما يظهر هذا الخيط الأبيض نصوم حتى يختفي هذا الخيط الأبيض إلى المغرب، معنى يعني الخيط الأبيض أنه يعلن بظهور يعني طلوع الشمس، ثم لما تغيب الشمس، وأننا الصيام يمشي كسنة كونية مع الضوء. هذا الضوء هو الذي يعطي للجسم حياته، لم الضوء للعمل، النهار خلقه الله للعمل، لنتحرك لنسعى لنعمل لنفعل فيه كل شيء، الليل للسكون للراحة للركون إلى النوم، واجتماع الأفراد العائلة ومن كان غائب يعود إلى المنزل وما إلى ذلك. وهذا تنظيم هائل يجب أن يبقى كذلك في شهر رمضان. فسيقول قائل كيف يمكن أن لا نأكل ليلا ثم نصوم نهارا؟ هنا نصل إلى التنظيم الكوني الذي نظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن في رمضان هناك وجبتان فقط،
هو وجبة الفطور ووجبة السحور، ليس هناك عشاء. وجبة العشاء، من يتكلم عن وجبة العشاء فهو لا يفهم من الناحية الكونية معنى الصيام. يعني الباحثون يعني في العلوم الكونية، فنحن الآن نقول بأن يجب أن نباعد الوجبات، يعني في الطب الحديث يعني يتكلمون عن تباعد الوجبات ليكون هناك وقت كافي للهضم ووقت كافي للامتصاص ولراحة الجسم.